كيف نضبط إعدادات السكون وإيقاف الشاشة على ويندوز 10؟ أول شيء نضغط علامة الويندوز، ثم إعدادات، ثم النظام، ثم الطاقة وحالة السكون. هنا نقدر يعني الشاشة عند إيقاف التشغيل، أو مثلا ما تحرك الماوس توقف الشاشة خلال دقيقة أو 5 دقائق، تختار الوقت اللي تبغاه، أو تبدأ يعني تصير الشاشة دائم مشغلة. وهنا أيضا السكون عندنا نفس الطريقة، يا دقيقة أو مطلقا يصير يعني دائم ما يحط سكون. وشكرا لكم. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات.